فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد، فإذا أقيمت الصلاة وسويت الصفوف، هناك شخص دائم التأخر عن القيام للصلاة، إما يقرأ القرآن وإما جالس فقط، وهذا يترتب عليه خلل في الصف، وكذلك يتأخر عن تكبيرة الإحرام، فما هو الواجب علي؟ هل آمره بالقيام للصلاة أمام جماعة المسجد، علما أنه أكبر مني سنا بكثير؟ هذا الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، تقول له: إذا أقيمت الصلاة فقم وكبر مع الإمام، واحضر تكبيرة الإحرام ولا تتأخر، لأن بعضهم يظن أنه له يجلس إلى من الركوع. هذا غلط، هذا غلط، لابد من القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة على الأقل، هذا ركن. القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، إلا لمن فاته ذلك ولم يحضر إلا عند ركوع الإمام، فإنه يركع مع الإمام ويجزي. أما إنسان جالس في المسجد يقول خلوه لما يركع، هذا لا يجوز ولا تصح صلاته، لأنه فاته الركن، ركن القيام في الصلاة. وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا خلل ونقص، ويعرضه، قد يعرضه لفوات القيام كله، فلا تصح صلاته. ذكره بهذا لعله أن يتذكر. نعم.